المدرب واللاعب السابق خالد القروني يمتلك سجل حافل بالعديد من الإنجازات الوطنية. رحلة 30 عام في التدريب تولى خلالها دفة القيادة الفنية ل 11 نادي سعودي. ورياضة سكوب التقى بخالد القروني اللي أبدى تفاؤله بمستوى أداء الفرق ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. دائما احنا متفائلين كجمهور وكمتابعين وكنقاد، لكن يعني ما في الحين الأندية ما لها عذر من ناحية الدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين للأندية للرياضة، بالتالي الآن مسؤوليتها أكبر. لكن أنت تبحث عن المستوى اللي يعني يعكس هذا الدعم وهذا الاهتمام بالنسبة لنا. عندنا أيضا قوة إعلامية، تغطية إعلامية يعني أكثر بكثير من أي يعني دوري بالنسبة للكرة العربية أو حتى، وبالتالي أساس كده هو متابع. والمستوى الجيد يتطلب جهوزية تامة للفرق وجهد كبير من المدربين على كل المستويات. فهذا يختلف يعني بين فريق وفريق. فريق اللي يبغى يحقق بطولات تلقاه ياخذ تدرج لأنه يعرف أن الدوري طويل. بالنسبة للفرق يعني خلينا نقول متوسطة وأقل، أنا أعتقد أنه لازم تدخل بيق يعني حتى جاهزية أكبر على أساس أنه تقدر تدخل، يعني ما تدخل في يعني مثلا تحت الضغط في بقاء أو هبوط، بالتالي يختلف، لكن يعني أقل شيء 6-7 مباريات. ومستويات المدربين تختلف من فريق لآخر، وعدد كبير منهم أثبت قدراته، إلا أن مدرب وحيد أحب خالد أن يشيد بأدائه. بهالمناسبة ودي أحيي مثلا إدارة نادي الاتفاق الأستاذ خالد الدبل على ثقتها في الكابتن خالد العطول. يعني شوف لهم 3 سنوات وواضح أنه حتى الاستقرار واضح، أيضا التطور بالنسبة لأداء الاتفاق، وهذا يعني عين العقل. يعني بغض النظر عن جنسية المدرب، الاستقرار الفني مطلب منها يعني عدم يعني صرف يعني مادي في غير مكانه، استقرار حتى على الجانب الفني، حتى اللعيبة الأجانب. إذا جاء مدرب تغير مدرب ممكن يبغى يغير لعيبة أجانب، ويعني هذه أوش عدم استقرار فني وحتى مالي أو حتى استقرار حتى نفسي بالنسبة لا للاعبين ولا للجهاز الفني. أما فيما يخص اللاعبين الأجانب الأفضل في الدوري من وجهة نظر خالد فهم، والله بالنسبة للعرب يعني يجي أحمد حجازي في مقدمة اللاعب العرب، أيضا السومة لأن احنا عارفينه حتى وإن كان الموسم السابق كثرة إصاباته، هذول يعتبرون من أفضل الأجانب العرب في الأندية السعودية. يعني في لعيبة أجانب على مستوى عالي، يعني في مثلا يعني لنجيته مثلا دانيقة في الشباب، يعتبر رومارينيو في الاتحاد، أنا من يعني معجبين في جوفينكو، عرفت، رغم أنه مشي الآن بس يعني كان يعني معطي جمالية لأداء الفريق الهلالي. حمد الله أيضا نسينا نقوله يعني من العرب، وإن كان نفس المشكلة مع زي السومة. كويفة هذا من اللعيبة برضه مميزين. وهناك أيضا العديد من اللاعبين السعوديين اللي يسعد بمشاهدتهم. شوف ياسر الشهراني، أنا يعني أنا أقول لك هو حالة نادرة بالنسبة للاعب السعودي. أول شيء عنده طموح غير طبيعي، أيضا هو نموذج للاعب المحترف، يعني من ناحية محافظته على صحته، من أفضل اللعيبة في أداء للتمرين، تمرين يعني يؤديه كأنه مباراة بأمان، حتى في الجانب اللياقي محافظ على يعني نفسه، نوم مبكر، لاعب يعني محترف. ولنختبر تركيز خالد حبينا نطرح عليه مجموعة من الأسئلة السريعة، والبداية مع أول مباراة قدمها كلاعب. أول مباراة يعني لعبتها أعتقد كانت أمام الشعلة مع نادي الرياض. أول بطاقة حمراء تلقاها. أول بطاقة حمراء كانت أمام الهلال. مباراة أحزنته كلاعب ومدرب. والله كلاعب مباراة الرياض والنصر اللي خسرنا 3-2، وأنا مدرب كانت أمام الأهلي في نهائي كأس ولي العهد خسرنا أيضا 3-2، سبحان الله النتيجة واحدة. أغلى هدف سجله. أمام النصر نفس المباراة 3-2. لاعب لن يتكرر في السعودية. والله فيه سالم الدوسري. أفضل لاعب عالمي. ميسي. فريقه المفضل عالميا. ريال مدريد. أفضل رياضة بعد كرة القدم. والله أنا ما أحب إلا كرة القدم بس. صديقه المقرب. والله فيه أصدقاء كثيرين، لكن يظل عبد الرحمن العبدان من أقرب الناس. من سيفوز بكأس العالم المقبل؟ والله يعني في منتخبات يعني كثيرة مرشحة، لكن تظل البرازيل، فرنسا،
يعني ألمانيا من منتخبات المرشحة.